هذا المشروع يشمل عدة مراحل، هذه تعتبر المرحلة الثانية بعد المرحلة السابقة اللي هي مرحلة شارع المتنبي. هذه المرحلة تضم 16 بناية اللي هي مرحلة محور السراي. 16 بناية تعتمد على هواي بنايات، منها تراثية وتاريخية. البنايات تمثل جوهر العراق الحديث من القرن العشرين، من المؤسسات الأولى، ولذلك هاي قيمة إضافة إلى قيمتها الجمالية، هي هاي القيمة المعنوية اللي تمثل رمز اللي يجمع المجتمع. الشارع بالنهاية تحول من شارع مهمل في أوقات كثيرة خصوصاً بعد المساء الليل إلى شارع حي بإنارة جديدة، نظيف، أمين، يشجع المشاة، هو شارع مشاة، وتحول بالمرحلة الحالية إلى متحف مفتوح، العوائل والزوار من مختلف الأوقات يجون حتى يتعرفون على هذا الإرث اللي وصلنا من أجيال قديمة، وواجبنا أن نمر للأجيال الجديدة.